الأسئلة. فأول سؤال بيقول: في سفر التكوين الإصحاح الأول في وصف أيام الخليقة الستة، يذكر الكتاب المقدس في نهاية كل يوم: ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا أو ثانيا ثالثا رابعا سادسا ما عدا اليوم الثاني، ودع الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. لماذا لم يذكر ورأى الله أن ذلك حسنا؟ في الرجوع لده السؤال، يعني السؤال هو أنه ليه في ذكر كل أيام الخليقة كان بيذكر ورأى الله ذلك أنه حسن ما عدا اليوم الثاني؟ وأيضا السؤال بيقول أن لما راجع عليه الترجمة الإنجليزي نيو كينج جيمس أيضا لم توجد هذه العبارة بالنسبة لليوم الثاني. لما احنا نرجع للترجمة السبعينية، والترجمة السبعينية هي ترجمة الكتاب المقدس العهد القديم من العبرانية إلى اليونانية قبل الميلاد، والكنيسة بالنسبة لها الترجمة السبعينية هي الترجمة المعتمدة كنسيا بالنسبة للعهد القديم. لماذا؟ لأنه كل الاقتباسات التي اقتبسها سواء الإنجليين في كتابة الأناجيل الأربعة أو في الرسائل، يعني في العهد الجديد كله، مأخوذة من الترجمة السبعينية. كذلك أيضا الآباء الذين كتبوا باليونانية كانت اقتباساتهم في الكتاب المقدس للعهد القديم من الترجمة السبعينية. عشان كده هي الترجمة المستخدمة في كنائسنا، وأيضا في الكنائس الأرثوذكسية، وأيضا الكنيسة أعتقد الكنيسة الكاثوليكية أيضا، ومنها جاءت الترجمة القبطية ومنها الترجمة العربية. فلما نرجع لكتاب طقسي زي مثلا كتاب البسخة، ففي باكر يوم الاثنين من البسخة المقدسة بنقرأ من سفر التكوين من الإصحاح الأول لقصة الخليقة، ففي الرجوع إليها بنجد أن في اليوم الثاني وقال الله: ليكن جلد متوسط بين المياه، وليكن فاصل بين مياه ومياه، فكان كذلك. فخلق الله الجلد في وسط المياه، وفصل الله بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، ودعا الله الجلد سماء، ورأى الله أن ذلك حسن، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. يبقى إذن موجودة في الترجمة السبعينية اللي منها زي ما قلت الترجمة القبطية ومنها الترجمة العربية. أيضا في الترجمة الإنجليزية للستوجنت اللي هي الترجمة السبعينية موجودة. فمثلا أنا هقرأ هنا، دي ترجمة إنجليزية للترجمة السبعينية. So God called the firmament heaven, and God saw that it was good, and there was evening and morning the second day. يبقى إذن موجودة في الترجمة السبعينية، وسواء ما ترجم إلى الإنجليزية أو من العربية في الكتب الطقسية زي ما ذكرنا. لأنه الترجمة العربية البيوتية دي مأخوذة من نسخ أو من العبرانية التي وجدت في وقت الإصلاح في القرن 16، ومنها برضو نيو كينج جيمس. نيو كينج جيمس الأولد تستامنت العهد القديم مأخوذ من المخطوطات العبرانية، لكن هذا أيضا لا يمثل يعني أبراهام، إنما هي ملاحظة دقيقة جيدة. احنا دايما زي ما قلت بنرجع للترجمة السبعينية، لكن في كل الترجمات في نهاية سرد الأيام الستة ذكر: ورأى الله كل عمله فإذا هو حسن جدا.
كلمة فهو حسن جدا، كل ما عمله تعود إلى كل أيام الخليقة، لأنه عمل الله هو عمل حسن وعمل جيد، لأن الله صانع الخيرات.